السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد من ريال تايم لاندسكيب اركتكت، ومعاكم عمر سليم. طيب بداية قبل ما نبدأ الدرس، لو احنا وصلنا فيو اون بورد، الاقي ان البرنامج بيقبل سكتش اب، بيقبل 3 دي ماكس، وبيقبل صور متعددة، بيقبل جوجل مابس، بيقبل دي دبليو جي ودي اكس اف وبي دي اف. تمام، فدي بتبقى ممتازة جدا ان انت ممكن تاخد الشغل من ريفت او اركاد او وتدخله جوه برنامج الريال تايم لاندسكيب. طيب لو احنا كده نبص كده على قائمه فيو، بلاقي عندي ان انا اقدر احول البلان لبرسبكتيف لريال تايم ووك ثرو، نفس الثلاثة اللي موجودين هنا اتكلمنا عنهم قبل كده. طيب بلاقي عندي حاجه اسمها اديت فيو بوينت. اديت فيو بوينت اقدر اسيف كذا لقطه بحيث ارجع لها بسهوله. يعني نفس الرقم واحد، تمام، غيرت شويه، عملت مثلا لفيت المبنى بالشكل دوت، تمام. ممكن تيجي هنا من فيو وتقول له اديت فيو بوينت وتقول له سيف، تمام. تقدر تلف برده كمان شويه، تعمل زوم مثلا على حاجه معينه وهكذا، تيجي الفيو وتقول له اديت فيو بوينت وتضيف. طيب بعد كده تقدر تروح لاي لقطه وتقول له ريستور وترجع لها اللقطه اللي انت كنت فيها شويه. طيب بعد كده البان اهيت، وبعد كده هتلاقي الزوم، ان انت تقدر تعمل زوم تقرب وتبعد براحتك. بعد كده هتلاقي زوم تو سيليكشن، لو انت عامل سيليكت على اي جزء هو يبدا يعمل لها زوم عليها اهيت. ممكن تجيبها برده من هنا، وبعد كده امر زوم تو ريكتانجل، ودي هتلاقيها بس في البلان. هتلاقي الفيو تو ريكتانجل، تقدر تعمل ريكتانجل هو يعمل زوم عليها. طيب بعد كده هتلاقي المكان فيو البلان شادو، تقدر تتحكم في الشادو زي ما انت شايف اهوت، ودرجة الغمق بتاع الشادو واتجاه الشادو زي ما انت عايز. طيب من فيو بعد كده هتلاقي شو هايت اوبجكت، بيجيب لك قائمة بكل العناصر، فتقدر تقول له مثلا انا عايز اخفي المباني مثلا، تمام. فتيجي هنا هتلاقي خفى لك المبنى خالص. طيب تعالى هنا في الفيو وقول له شو، ويبدأ يظهر المباني تاني. اوكي، هيبدأ يظهر لك الحاجات الخاصة بالمباني. اديت لير برضو الليارات اللي احنا اتكلمنا عنها من هنا، تقدر تخفي الليارات وتظهر الليارات براحتك. هنا بيقول لي رب تقدر تحط اي حاجه على اي لير، انما هنا هو بيلزمك بالاوبجكت معين، تمام. يعني تقدر تقول له اعمل هايد مثلا للفنس، مثلا اعمل هايد للرود وهكذا.